خلينا نروح لكابتن فريد شوشان نجم منتخب تونس في كأس العالم 98، طبعا احد المدربين الكبار في الدوري المغربي الممتاز حاليا. وكان الحقيقة كابتن فريد كان قلب دفاع مميز جدا، وهو احد النجوم الكبار في المنتخب التونسي، وموجود معانا على الهاتف برضه نطمن منه على استعدادات او اهم الاستعدادات المنتخب التونسي وتوقعاته خلال الفتره القادمه لمنتخب تونسي ومباراه الدنمارك. يا كابتن فريد، ازاي حضرتك يا كابتن؟ ازيك ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه، وشرفني اكون موجود معاكم مع الكابتن فوزي والكابتن سلام. شرف لينا كابتن، ربنا يخليك. كابتن فريد، يعني خليني ابدا معاك النهارده الحقيقه، او قبل ما ابدا اسالك عن المنتخب التونسي ومباراته بكره ان شاء الله. النهارده كان في رساله دعم من كل لعيبه النادي الاهلي للمنتخب التونسي ولعلي معلول تحديدا في فيديو الحقيقه تم وضعه على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اعتقد شيء رائع جدا. اكيد ليس غريب على صراحه، التضامن طبيعي جدا. الاهلي شفت الاسامي الكبار اللاعبين كيفاش دعم لعلي معلول ودعم للمنتخب التونسي، وهذا يظل يحفز علي ويأكد المكانه الكبيره والعلاقات الاخويه ما بين النادي الاهلي وما بين المنتخب التونسي واللاعبين اللي ينشطوا في الدوري المصري. في رايي يظل، انا شفت الدعم كبير ان شاء الله، راه وصل اكيد على وسائل التواصل الاجتماعي، راه وصل لعلي معلول، وان شاء الله يكونوا في المستوى ويقدموا مباراه تشرف المنتخب التونسي وتاكد الا ان شاء الله هذه الدوره كاس العالم في بلد عربي هو قطر، شرف للناس الكل باش يكونوا موجودين ويقدموا احسن صوره لكره القدم التونسيه. كابتن، مباراه تونس والدنمارك، الدنمارك يعني طريقه لعب المنتخب التونسي مختلفه تماما عن طريقه لعب المنتخب الدنماركي اللي بيعتمد على القوه والسرعه، والمنتخب التونسي بيعتمد اكتر على التكتيك او المهارات الفرديه اكتر، فكيف ترى هذه المباراه الصعبه جدا في بدايه مشوار المنتخب التونسي؟ اكيد مباراه صعبه جدا، هو الشرف في رايي الاول والاخير هو التواجد في كاس العالم للمنتخب التونسي، لازم يكونوا واعيين اللاعبين والمسؤولين اللي يقدموا احسن ما عندهم. نعرف احنا المنتخب التونسي فريق بتاع مجموعه، لكن المستوى في كاس العالم مستوى عالي، مستوى اللاعبين يزيدوا خارجين بطولات اوروبا، لاعبين اكثر من 20 مباراه، وانا حاضرين في مستوى عالي. شفنا اليوم مباراة السنغال، شفنا مباراة الاكواتور مع قطر، يأكد ان المنتخب التونسي تكون امام منتخب من احسن المنتخبات في الفترة الأخيرة، قدم مستوى كبير، القوة البدنية، المنطقة كالسويد والدنمارك عندهم لعب خاص، قوة مع الفنيات، يلعبوا في أحسن البطولات الأوروبية، وطالب المنتخب التونسي باش يكون جاهز ذهنيا وبدنيا ويعطي أكثر من طاقته 100% باش يؤدي بصوره ممتازه. دائما نقول اذا ادى المنتخب التونسي لعب جماعي بصوره ممتازه وكانت اللاعب المميزين فيه كيوسف التاكي في احسن الحالات نتاعهم، قادر ان شاء الله ديما المباراه الاولى تكون مباراه مفاجات، لكن في المستوى العالي لازم ياخذوا الحذر، تكون مباراه صعبه جدا على المنتخب التونسي. نتمناه ان شاء الله غدوه تقوم مباراه ممتازه، والنتيجه اذا كانت في المستوى ان شاء الله تتبع نتيجه المردود. كابتن، لو من وجهه نظرك ترى ان المدير الفني للمنتخب التونسي غدا هينتظر المنتخب الدنماركي، بمعنى ان هو هيلعب في نص ملعبه فقط، ولا هيلعب لعب مفتوح في اولى المباريات؟ يعني انت برضو بتلعب منتخب قوي وكل حاجه، ولكن المنتخب التونسي له اسمه وله تاريخه وله عرقته، بطولات كاس العالم مختلفه، ولكن في النهايه هل المدرب سينتظر المنتخب الدنماركي في وسط ملعبه أم سيلعب مباراة مفتوحة؟ هو الأحسن يكون في وسط الميدان، هو في الأحسن اختيار للدفاع هو يكون متوازن نوعا ما، لا يكون دفاع منخفض في المنطقة بتاعه وتقبل اللعب وتقدر في أي وقت تقبل الأهداف، لا تكون قد تهاجم وتعمل البريسينج اللي هو صعب جدا صراحة على المنتخب التونسي، لازم يكون توازن. في رأيي بعد مباراة إيران التجريبية باش تكون الخطة بثلاثة خمسة سنين، باش يلعب بثلاثة مدافعين، هذا يأكد الا مش احتياط من المنتخب الدنماركي، المنتخب الدنماركي عنده امكانيات فنيه كبيره. نعم. لازم المنتخب التونسي ما يحاولش يركن للدفاع، لخاطر احسن طريقه هو التوازن في وسط الميدان مع الاعتماد على لاعبين كيوسف بن تيرني او الخضري في وسط من الميدان باش نجم نقدموا ما يمكن، لكن في رايي بتكون مباراه صعبه جدا، مستويات كبيره المنتخب الدنماركي، منتخبنا التونسي لازم يلعب توازن، يلعب كفريق، يحاول الهجمات المرتده، في نفس الوقت يقدم كما قلت صوره متميزه للعب المنتخب التونسي، ما يحاولش يركن الدفاع خاطر
من اصعب الاشياء ترك الدفاع امام منتخبات قويه كمنتخب الدنمارك. طيب هل من وجهة نظرك ايضا سترى ان الجمهور العربي المتواجد في المدرجات هيفرق اكتر مع المنتخب التونسي، ولا شايف ان هي تعادل او يعني هتبقى الموضوع ما بين المنتخبين مفيش مشكلة؟ هو المفروض مش يكون المنتخبات العربية كل متآزرة، منتخب مش يكون عنده دور كبير. شوف البطولة العربية كيفاش المنتخب التونسي كان، والجاليات العربية بصفة عامة، المنتخب التونسي عنده جالية فيها 30,000، كذلك الجالية المصرية مش تكون موجودة، الجالية المغربية، الجالية الجزائرية، هذا يشجع ويعطي دفع اكثر للفريق. لكن ديما نقول لازم اللاعبين يكونوا جاهزين، لاعبين عندهم تجربه ثانيه اكثر من 9 لاعبين شاركوا في 2018 في روسيا، عندهم التجربه الكافيه. المباراه الاولى مباراه مفاجات، اذا كان المنتخب التونسي كان جاهز 100% واللاعبين في احسن الحالات نتاعهم، لما لا نقول تعادل في حجم الانتصار بالنسبه لمنتخب الدنمارك باش يكون المرشحين الاساسيين، ولما لا يمكن الحصان الاسود في هذه البطوله. مجموعة صعبة، دنمارك وفرنسا واستراليا وتونس، يعني الأربع منتخبات كل واحد له باع كبير وطويل. توقعاتك لهذه المجموعة الصعبة جدا؟ هي المباراة الأولى نشوف فرنسا مع المنتخب الأسترالي، منتخب تونس مع منتخب الدنمارك مرشح كرة صراحة، غير من هو المنتخب الدنماركي والمنتخب الفرنسي هما في القائمة الأولى. من بعد المفاجآت ننتظرها من المنتخب التونسي من 78 نتظروا باش نمروا للدور الثاني. التحضيرات ما كانتش كبيره برشا، اللاعبين تطور من 2018 ل 2022، مش باش لاعبين يلعبوا في الصف الاول في الفرق الاوروبيه. ديما نقول كنت حاضر في كاس العالم 98، كاس العالم نوعيه اخرى من اللعب، نوعيه صحيح. اخرى من الحضور، من القوه، من الجراه، لازم تكون عندك لاعبين في مستوى عالي باش تمشي لبعيد ان شاء الله نتمناه. واحنا اهم شيء هو صوره كره القدم والمجهود للاعبين، من بعد النتيجه هذيك شيء ثاني. أنا بشكرك جدا يا كابتن فريد على تواجدك معنا، كابتن فريد شوشان نجم منتخب تونس، وكلام هام جدا فيما يخص المنتخب التونسي في مباراته غدا إن شاء الله أمام المنتخب الدنماركي.